نسألك، انتوا التعاقد مع الكابتن تامر مصطفى جه ازاي؟ يعني خطتكم كانت ازاي؟ واختياره اسبابه، والهدف العام دلوقتي لنادي مصر المقاصة. السلام عليك يا استاذ شادي، بتسال اسئله يعني محترمه الله جدا يخليك، ده من ذوقك. وشيك جدا، وانا من هنا بقول لحضرتك ان ال هويدي المحترمين اللي انا بقدرهم وبقول لهم لكم كل التقدير والاحترام، وده كنت دايما انا بقول لهم انا بتشرف ان انا بنتمي اليكم كعائله هويدي، في وجود سياده النائب القدير احمد هويدي وسياده النائب وليد هويدي، وزي ما قلت لحضرتك مجلس الاداره الجديد برئاسه اللواء عمرو هويدي، تم اختيار المدرب القدير كابتن تامر مصطفى اللي انا بتنبأ له انه ان شاء الله هتبقى زي ما قلت ان نادي مصر المقاصه مصنع النجوم للاعبين، لا ومصنع النجوم للمديرين الفنيين، ومنهم كان الكابتن العلامه الكبيره ايهاب جلال. وبالتالي انا بقول لحضرتك اختيار الكابتن تامر مصطفى للظروف الصعبه اللي مر بيها النادي عن طريق سياده النائب وليد هويدي هو اللي جابه واللي قعد معاه واقنعه انه ان شاء الله بالظروف الصعبه اللي مرين بيها هيكون للكابتن المدرب القدير تامر مصطفى طفرة كبيرة جدا، وكلنا أمل وتفاؤل إن فرقة نادي مصر المقاصة الحصان الأسود للدوري العام. ولا ننسى إن احنا في فترة من الفترات حصلنا على المركز الثاني في أفريقيا بطل الدوري، ولعبنا بطولة أبطال افريقيا، ولعبنا البطوله الكونفدراليه، صحيح، وحققنا في وقت من الاوقات يا كابتن شادي بطوله كاس العالم لكره الصالات كنادي مصر المقاصه. طبعا كل التحيه والتقدير لكابتن تامر مصطفى والجهاز الفني اللي معاه، كابتن طارق حجاج، كابتن اسلام عادل، وجميع الجهاز الفني والاداري. وانا بقول لحضرتك بنوعد ان ان شاء الله كلنا تفاؤل مع كابتن القدير تامر مصطفى.